طبعا احنا هذا سوقي، احنا من احنا صغار احنا بهذا السوق. كان عندنا محل بالسوق يسميها الجادة، اللي هي هسه عين سوق يم لطفي، ما يلطفي هناك. كان يعني من كنت ويا جدي وغير جدي كانت سوق نشط وقوي، حتى كانوا سياح اجانب يجون علينا ويسوقون. شنو يسوقون؟ كانوا هذول السياح الاجانب يجون على الولايه وعلى غير الولايه وعلى كانوا يسوقون من عندنا الاعمال اليدويه اللي قديمه، مثل الخصوف، الباطيه، الطبق، يعني من كل هاي الشغلات، وحتى التمور، ما التمور كانوا يجون يشترون من عندنا هاي الشغلات. بعدين بدت الامور والحرب العراقيه الايرانيه وغيره، وصارت يعني شويه قام يتحدد السوق شويه، بس السوق نشط. بدت الحصه التموينيه ينطوها، وهاي قمنا نجمع الحليب ونبيعه، ويجون اهل بغداد، اهل الرمادي يلمون من عده وياخذون. مركز تجاري قوي يعني، حتى التمور، ما التمور، تجاره التمور، كانوا تجار كبار عندنا فيتي يلمون تمور مال السناجق كلها، ومثل حاج حمدي محمد ابراهيم مايل وغيره وغيره، كلهم كانوا يلمون هاي التمور ويصدروها الكربلاء والغير كربلاء. فبعدين بدت هاي الحروب وبدت هذا، وصارت تقييدات على المدن، بدا يضعف السوق كل فتره فتره يضعف. هسه حاليا السوق يعني احنا فتحنا عمارة شارع الحماة وسوق شوي قوي، بس هسه حاليا بهاي الفتره يعني شلون تقول، خاصه بالاخص بعد داعش، السوق يعني من داعش وجاي دمر، تعرف انت الوضع الامني والسيطرات والتقييدات، يعني مثل من المحافظه غير محافظه، مو بس من المحافظه، من مدينه غير مدينه صارت تقييدات بالهذا، فالسوق تقيد حين. وهسه حاليا انتو شفت السوق يعني شلون، يعني كانه مهجور. ليش؟ الاطراف اللي خارج المدينه بعد ما يقدر ينزل يعني بحريه داخل المدينه، يعني الا هويه والا مدري شنو، كثير يعني شغلات، امور شغلات امنيه. فهسه حاليا السوق تعبان حيل. احنا يعني لازم يعني يعني نسوي لنا فالشغله، وبالاخص الحكومه مالتنا نسوي لنا فالشغله وتحرك السوق سهله، حيث تحرك السوق مثل ايش؟ يعني اول شيء السياحه، عندك هنا بيت، عندك النواعير، عندك الولايه، عندك المعموره، عندك هاي لو تتاهل ويشتغلوها، ما لهم شغل باللي راح يصير. يعني مثل الفنادق، كثير ناس مستعده عندنا فيت ومن جماعه رؤوس الاموال يبنون الفنادق، بس يريدون شيء يعني تنفتح الهيت يعني على مصراعيها، وتسوي يعني دعوات للسياح يجون هنا، الفنادق، اللنجات مال السياحه، يعني شغلات ترفيهيه مثل على النواعي من هالصوب لهذا الصوب، انه تجي لنجات ويعني زوارق انه يفترون بها السياح، ومثل باصات يفترون بها على يعني في الترتيب اللي يراد لنا احنا بهيتين، يرادنا ترتيب هاي يجذبونا مثل عمل. المحلات يعني السيطرات شوي اخففها على مود العالم تجي. نسأل الله انه التفاته من حكومة بغداد ومن الرمادي، يعني الرمادي هسه الاعمال بالرمادي قوية حيل، عمل موجود، استثمار، فلوس موجودة بالفلوجة ما عدا الغربية. الغربية على الاطلاق يعني هي احسن من حديثة، احسن من
ابو حديث احسن من عانه وراوه والقائم. فالقائد يحتكر يعني هاي مثل الشغلات الاستثمار الاعمال، يعني عمل هسه عامل يطلع اللي ما يطلع ما يشتغل، ماكو عمل داخلي. نريد احنا تجي شركات تريد استثمار تشتغل تفتح مصانع للعاطني عن العمل محلات. يعني ليش العالم هسه بهالصوره؟ يعني الشباب وين يروح؟ الشباب من تخليه قاعد هاي الفتره ويجي على بيته وعلى عياله وما عندهم اكل، يعني هذا يضطر يروح يبوق يسلب. وانا انطيه الحق طبعا، يعني خاف عبالك الجوع كافر، واللي شاب من يروح يسلم ولا يموق ولا هذا شنو تقول هذا عليه؟ عمي حقه، عمي العالم قاتل الجوع. زين لازم نشوف لهم حل هذول الشباب، ما خليهم قاعدين. يعني كل واحد منظمات تجي الحكومة تدعمهم بمبالغ مالية انه يفتح محل، يشتري له توك توك، يشتري طرطورة، يشتري له يعني يبني بيت، عوائل عمي بيوت ما عنده. فالله بالفقير، ونرجو من حكومتنا يعني تلتفت، حكومة الرمادي بالأخص. الحمد لله هذا سوق هي يعتبر من أقدم الأسواق يعني في المنطقة، ويعني خاصة أنا بالنسبة لي عادل أبو الهدايا معروف منذ التسعينات، من التسعينات كان يعني المحل يمكن الوحيد في المنطقة يسموه عادل أبو الهدايا، لكن هسه الحمد لله كلها صارت عادل أبو الهدايا، ولذلك قررنا يعني إحنا محلنا نبيع تنزيلات كثيرة بحيث حاجة بألف، بينما قبل يعني الأرباح كانت أحسن وقدرة شرائية أكثر. هسه الحمد لله يعني اضطرينا ننزل ويا السوق لان السوق تعبان شويه، فاضطرينا ننزل الحاجات رغم ان الدولار صعد، لكن نزلنا حاجاتنا يعني حاجه الف، مرات ام الالف اصبحت الالف وربع والحمد لله. وهيت الحمد لله بلد طيب واهله طيبين ومشهوره، يعني تعرفون مشهوره بالتراث الشعبي وباهل يعني ناس الطيبين ومثقفين. حتى اذكر بيت شعر يعني دائما أقول اللي يعرف من قال هذا البيت له هدية يعني يستلمها المعرض عادل الهدايا. من القائل؟ يا ساكن الأرض قاصيها ودانيها، هل سمعت بهيت أو دواليها؟ هيت ستعشقها حتما ولا سيما، إن ذقت من دبسها من تمرها أو ذقت راشيها. ليعرف من قال هذا بيت الشعر يتفضل المعرض، أنطيه هدية إن شاء الله عطر أو أي شيء آخر. فنشكر الأخوة على يعني مجيئهم إلى المحل واللقاء الطيب، نسأل الله يوفق الجميع إن شاء الله، يرزق الجميع رزق حلال مبارك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حسب على السوق، والله سوقنا واقف هسه حاليا، يعني مثل ما تقول لا بيع
ولا شغل، يعني الاسواق كلها واقفه. يعني مو بس احنا كيف يعني مثل ما تقول احنا اهل محل شبابي مثل ما تقول رجالي، السوق انا احكي لك على السوق اطلاقا، يعني عندك حتى سوق المخضر يعني واقف. واول شيء احنا على المولدات، احنا المولدات احنا من الصباح للمغرب يحسبون لنا سعينا على 20:30، يعني ما ترام هاي. يعني احنا مثل ما تقول احنا اصحاب محلات، يعني المحلات المفروض يعني قسم فلوس ماكو يعني نهائيا، اقتصاد يعني مثل ما تقول الدولار هذا لعبينا سوق ماكو نهائيا فد مره. والمحلات احنا نعاني من كل شيء، نعاني هسه اليوم جو على هالمولدات مثل ما تقول 20:30، احنا يعني المفروض ما تنحسب لنا هيك، احنا نفتح من الصبح للمغرب. والله يعني هي فرص عمل اكو موجوده، بس يعني مثل ما تقول فلوس والدولار صاعد وراكده، هي كلها شغلنا احنا على الدولار. يعني هسه حتى العامل الدولار هم يعني مثل ما تقول الدولار نص صعد وقف الكل، مشاريع مو اكو، اكو مشاريع مو اقول لك ماكو، بس ماكو يعني مثل ما تقول ضخ فلوس. والله نحن نطلب من الحكومه ان تشوف هالشباب يعني فرص اعمال، يعني شباب هواي قاعده. والله السبب احنا نقول اول شيء اول مره يقف عندنا هيك سوقنا، هسه تقول موسم نهايه موسم، بس احنا كنا قبل لو حتى نهايه موسم ماكو هيك، يعني اكو سوق ونشتغل الحمد لله والشكر. بس هاي المره ما اعرف يعني الى درجه يعني مثل ما تقول اكو يوم تبيع ويوم ما تبيع الى نهائي، يعني درجه السوق صفر حيل. ليش السوق هيت الاقتصادي حاله من الركود؟ بسبب ارتفاع نسبه البطاله وارتفاع سعر الدولار، وذلك بسبب
عدم توفير القدرة الشرائية في المدينة بسبب انخفاض مستوى التمويل داخل المدينة وقلة نسبة الشباب العاملين بسبب البطالة وتقليل فرص العمل المتاحة داخل المدينة. نطالب بدعم من المنظمات المجتمع المدني ونطالب من الحكومة توفير فرص عمل أكبر للشباب لتقليل من البطالة. والله الشغل بهيت ضعيف، يعني أكثر الشباب قاعدين لا شغل ولا عمل، هاي يحتاج إلى استثمار وفرص عمل، يعني يستغلون فئة الشباب يشغلوهم بمجالات هواية كمنظمات أو غير شغلات، وتحتاج تطور عمراني. عندنا موضوع مهم الذي يخص سوق مدينة هيت. سوق هيت ميت حاليا، لا شغل لا عمل، أهمال، سقايف مهمولة، السوق ضعيف، شباب عاطل عن العمل، مبالغ مالية للشباب ماكو، لا أعانة لا عقود، لا بالأخص المنطقة الغربية من قضاء هيت للقائم، باعتبار محافظة غير محافظة عن محافظة الأنبار. وللعلم هيت يعني هسه كمتجع سياحي، زوار قاعد تجي من كل المحافظات، واعتناء بقضاء هيت يعني حيل ضعيف. وأولنا المتكلم معكم صاحب قهوة، وهاي القهوة مالتي قدام عينكم، الشغل ضعيف، شباب عاطل عن العمل، فلوس ماكو، المشاريع القاعد تجي غير مناطق، تاركين المنطقة الغربية بتاتا، ولا كأنما احنا عايشين داخل محافظة الأنبار. احنا شغلنا يوميا يبدا الساعه 5 صباحا، يعني بالخمسة الصبح بالهيتاوي. الهيتاويين الاغلبيه متعودين على الكباب العراق الخالص، وعندنا الطماطه الهيتاويه الصغار فيحبوها هالهيت، وخبز الحار فريوقهم يكون اكثر شيء الاغلبيه، وعندنا يعني القدامه الكبار اكثر شيء اقبال على هاي المأدبه، يعني الريوق. فالكباب عندنا يعني شلون الأكلة المفضلة بالريوق. تعرف الهيتاويين يحبون الكباب، طماطة الصغار، عندنا هذا الفلفل هم الصغار الحاد هم مفيد للجسم. هذا يومنا احنا بهيت، وإن شاء الله الأمور زينة، الوضعية زينة بهيت، وأمن وأمان إن شاء الله. والله الشغل يعني مو مثل قبل، الشغل مو مثل قبل، الشغل قبل أقوى. السنة جاي كل سنة يتدهور ينزل يعني يضعف، بس قدر الإمكان يعني أحسن من ماكو.
حسابك ثلاثة. تفضل. الله يسلمك. هاي الله يبارك فيك ويسلمك. حياك الله يا لبيب. شارع الحمام من أقدم تقريبا من أقدم شوارع في هيت. كان شارع يسكنه عوائل هيتية مثل بيت فواز شندي، شندي مفرد، وإحنا بيت وريش، بيت نجيب، بيت عودة عبد خليل، بيت وفيق مصلح بندر، يعني عوائل هيتية كانت تسكن هذا الشارع. أول محل اللي صار بيه كان حج شحوذ وعودة عبد خليل وياسين نجار، فقط هاي قبل 76. بال 76 احنا اول ناس نزلنا بيت وريش، نزلنا سوينا المحلات اللي هي هاي نفسها. بال 76 تم بناء المحلات ونزلنا، كانت محلاتنا يم جامع الشرقي، العلوة اللي هسه بيها بيت هدلة واللي مقابيل المحلات هاي كانت لنا. احنا كنا نشتغل هناك تجار مع التمن، تمر، من حبوب غيرها كلها نشتغل بيها، ومحامل وحباب ولا كافة الشغلات هاي بالعلوة، وبالمحل مواد غذائية أو غيرها يعني كاملة. كانوا هماتين القرى يجون يمنا مثل المحمدي وكبيس يوقفون الباص وينزلون يسوقون وبعدين يرجعون لأهليهم. نزلنا هنا بال 76 تم بناء المحلات. بال 76 ماكو، بس احنا محلنا ما موجود، كله بيوت وبس المحلات مالتنا. وقال يتطور شوي 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 شوي، سموه اول شيء مكان يسمى شارع الحمام. بنوا الحمام في راس الشارع مقابل التربيه حاليا، كانت يسموها مدرسه الكفاح، على اليسار من تصعد فوق على شارع الحمام بنوا الحمام. فكانت عندنا وكالة مال مواد غذائية، الوكالة مال المواد الغذائية يريدون أقرب عنوان، يعني العنوان ماله أقرب مكان لها كدليل، فاكتبنا إحنا الحمام، فصارت شارع الحمام. ولو أكو ناس كوما ينسبوها هذا، بس هو هذا الحقيقة، يعني هذا الواقع. شارع الحمام ظل يتطور شيء فشيء إلى أن أصبح بهذا الحال. وهذا الحال أول من دافع على التصميم، هذا التصميم هو إحنا. طالبنا القام مقام وأخذنا تواقيع من مواطنين يمشون بالشارع ومن أصحاب محلات، أخذنا تواقيع منهم وواجهت القام مقام أنا بنفسي، قلت له أريد الشارع حمام يتطور. فالرجال وافق، هو ومدير البلدية والأستاذ محمد إسماعيل وافقوا على هذا الشيء، إلى أن ظلوا يراجعون بها إلى أن صارت هذا شارع الحمام. والآن خير من الله، شارع الحمام موجود فيه.
اغلب الشباب العراقي هم عاطلين عن العمل بسبب سوء اداره الحكومات من 2003 لحد الان. نطالب من الحكومات اللي راح تجي توفير فرص عمل للشباب والقطاع الخاص. ليش اكو دولة الكويت من يصير عمره 18 سنه يلاقي رصيد بالبنك؟ احنا نريد من حصته من النفط. احنا هسه ما نريد حصه من النفط، نريد حالنا حال اي شاب عراقي، اي شاب بالعالم نعيش بسلام. والله العمل تقريبا شبه متوقف، يعني فلوس ماكو. وانت جاي تشوف يعني المكانات اللي تظهر بيها التيك توك هي تدل على الفقر، يعني شلون الهند، يعني دولة الهند بيها التكاتك يعني هواية، تدل على الفقر وشغل تعبان. طالب من الحكومات اللي راح تجي ان شاء الله توفير فرص عمل للشباب. ونشكركم. سوق هيت يعتبر بين الماضي والحاضر، يعني سابقا كانت تجي القوافل على هذا السوق، وهسه بالوقت الحاضر تجي البضاعة عن طريق مثلا كان مثلا عن طريق الدول او عن طريق المزارع القريبة من هيت، تعتبر محلية وتجارية. سوق هيت دائما ما تشوف يعني الناس الصبح والعصر متواجدة باكثر عدد، يعني والناس تتبضع والناس تشتري ملابس، تشتري لحوم، تشتري غذائية، تشتري مثلاً من البقالية، فكل شيء موجود دائماً بالسوق، يعني متنوع بين اللحوم والدواجن من الجهة الشرقية، والجهة الغربية تقريباً الفواكه والخضر وما شابه. بالماضي كانوا حتى الحلاقين طبعاً موجودين، والعلوات لحد الآن موجودة، المقاهي القديمة موجودة، قسم منها مستحدثة وقسم منها لا بقت على سابق عهدها، يعني مثل جراج عمر هندي اللي كانت محتوى على القهوة والشسمة، بعد آثار القديمة هي موجودة. الحديثة قهوة حمدلي تقريبا كانت تمثل من بداية القيصرية لنهاية القيصرية، حاليا عبارة عن مقهى مصغر وصارت قيصرية على باقي محلات، يعني كل شيء جاي يصير مستحدث هسه، إلا اللي من جهة القلعة القديمة بقت على وضعيتها. بالنسبة لها أكو جاي يجون بيجيب مستورد ويجيب محلي، المحلي موجود هنا، يعني أقرب الأرياف اللي موجودة والسنجق هم اللي يصدرون الهيت، بس المشكلة أكو فرق بالسعر. فرق السعر يعتبر بالنسبة للفلاح إذا زادوا عليه أدوات الإنتاج راح تزيد عليه، راح يزيد هو أصلاً بالبيع. المستورد هو سعره ثابت يعتبر. هذا الفرق كلش بسيط، بس فرق السعر. انا احد مواطنين هيت تقريبا، اطالع اشتغل برا هيت. انا هسه حاليا اشتغل ببغداد واشتري من هيت، هذا بسبب الركود الاقتصادي الموجود بهيت وبسبب قلة العمل. يعني حتى العامل اللي نشوفه اذا تنزل منشور هسه على الفيس تشوف لك كم واحد راح يقول لك اي انا عامل انا عامل انا عامل، لا هذا كله بسبب قلة الشغل طبعا. فلوس ماكو، يعني شبه منتهيه، مدينه شبه منتهيه، ركود اقتصادي غير مسبوق طبعا. انا كنت اشتغل مرطبات هنا بالبدايه، خف الشغل مال المرطبات، يعني صار خفيف لان المرطبات الموطن المستورده غلبت على المكاين هاي مال السوفت. بعدين حولت المحل اكلات شعبيه سريعه، بلشت بالكبه الهيتاويه، وبعدين المخلمه بانواع. احنا المخلمه هي بهيد لحم وبيض، المخلمه على عموم الانبار كلها تشتغل المخلمه، بوتيتا وبيض، طماطه وبيض، لحم وبيض، افطر وبيض، هاي كلها يعتبرها مخلمه. بس احنا بالذات المخلمة عندنا عموما هسه اللي يجي يقول لي مخلمة رأسا اسوي لحم وبيض، قسم منهم لا يقول لك اريد طماطة بيض. فانا صار لي بحدود الاكثر من 15 سنة حولت على هاي الشغلة الاكلة. بالنسبة للسوق هسه القاطبة هنا، قسم ياكل كباب الصبح يريد كباب، قسم يفوت هنا يسأل الكباب ويطلع، وقسم يسأل الكباب ويقعد يقول شنو، مثلا نقول له لا ما عندنا كباب،
يقعد يقول شنو اكلاتكم، نعدد له اياه. باقي له بالدهن كبه مالتي هاي اللي اسويها انا، افطر وبيض، اكله جديده يعني مغربيه تقريبا سوريه، البذنجان ويا الكلاوي ويا الكبد ويا اللحم ويا الفطار بالحليب والبتيتا. الاكله خالد قبل فتره. عندنا الباقله بالدهن، بدهن الحر والعادي، باقله بالدهن الحر والعادي. بالنسبه للبيض، البيض عندنا بيض العادي يعني البيض العيون والخبط، وال عندي بزيت الزيتون، اذا تيد بزيت الزيتون موجود اسوي لك عيون او خبط، او تيد بدهن الحر او تيد بالزبد، هذا عيون او خبط. هذا بالنسبه للبيض. الافطار عندنا اكله يعني انا اختصيت بيها، هي مكعبات البذنجان ومكعبات البتيتا والتشلاوي والكبد، وافوره بحليب هذا السعودي كامل الدسم، وبعدين لما ينشف اطق عليها البيض عيون مثل هاي اللي تشوفوها هسه وراي بالخلفي. والله الشغل متذبذب، شلون مد الجزر مو سوى يعني نوب زين نوب مو زين، والله ماكو اي اسباب، بس ما اعرف يعني من صارت شغله كورونا ولحد الان العالم شوي متردده لكن وفلوس، وبالنسبه للفلوس اكون فلوس ماكو يعني هسه يقعد النفر هنا عندي يمكن اذا تشوفوا تقوم تضحك يعني يوصى على نفر يقعدون عليه ثلاثه يتقاسمون الفلوس مالته الاجور. مو كله عنده فلوس يعني، انا قسم منهم اعرفه يريد يتريق بس ما عنده يعني، احس يعني مو عالم الغيب بس احس يريد ياكل بس ما عنده. اوصل العمال اقول لهم خليه ينزل يقعد، فمن يطلع هو يمد يده على جيبه تريد ينطي هو ما عنده، اقل مثل واصل يعني شوي الامور تعبانه كافه الناس يعني. شغله الكباب بس المتمكن يروح ياكل الكباب. من المدن العريقة التي لها دور كبير في التاريخ، لذلك تطورت المهن والحرف في هيت من بشكل مختلف من مرحلة إلى مرحلة، ولكن الازدهار كان عام 1950، بدأ بالستين بعد للسبعين خصوصا بالتسعينات والألفينات بدأت هيت تتطور شوي عن المألوف عن ما كان قديما، وكان لها هيت دور كبير في الحركة التجارية القديمة، لذلك كان التطور بهيت بشكل بطيء، بعدين تطورت بشكل عام بشكل اعتيادي بالحرف والمهن المختلفة، يكون في هيت كثير من الحرف المختلفة التي مارسها القدماء، ولكن أشهر شارع في هيت هو شارع الحمام الذي كان يضم الحمام وله دور كبير في هيت، ولكن بعدين توسعت هيت وبدت أطراف المدينة تتوسع بشكل عام قضايا تجارية مثل أطراف المدينة والأحياء، ولكن يبقى قلب هيت هو شارع الحمام الذي له دور كبير في التجارة، وتطورت هيت من مهنة إلى أخرى، وكان يوجد في هيت حمام قديم للاستحمام ويسموه شارع الحمام، سمي شارع الحمام لأن يوجد به في هيت قديما وسمي بهذا الاسم لأنه له دور كبير في تاريخ هيت. وتطورت المهن المختلفة، كان يمارسون آلية كثير من المهن المختلفة في صناعة الحصر والسجاد وغيرها، ولكن صناعة السجاد فيها قليلة، أهم شيء الحصر وكذلك صناعة الأواني الفخارية المختلفة المرتبطة بالتاريخ القديم، حيث أنه كانت هيت محصورة في القلعة في الولاية، وبعدين نزل الجيل الجديد، أول واحد نزل هيت وبنى في الحي الجديد هو عبد دريب الكربولي الذي كان له دور كبير في نقل المنطقة من الحي إلى المدينة هاي شايفيها وتتوسع يوما بعد يوم، وكان له دور كبير.
أما بالنسبة للمهن في هيت من المهن المهمة التي كان لها دور كبير هي مهنة العطارية، وحقيقة أنا المهنة كانت لها دور كبير في هيت وفي علاج بعض الأمراض المختلفة يطلق عليها الطب البديل. وإحنا هنا محلنا عطارة موسى بن نصير الطب البديل الذي نستخدمه في علاج بعض الأمراض المهمة والمختلفة. وحقيقة أنا دراسة عن هاي العطارية، درست دراسة ورادوا من عندي أن أروح أذهب للإمارات، دعتني شركة إماراتية أن أذهب وأحصل على الشهادة، لكن أنا عندي خبرة عامة الحمد لله، يعني ما احتاجت الشهادة. حتى العطارين هنا يجون يسألوني يستشيروني بعض القضايا، عندي خبرة في هذا المجال ولي دور كبير في بعض العلاجات المختلفة والأعشاب. حقيقة هيت مشهورة ببعض الأعشاب، خصوصا الزعتر البري. زعتر البري مريض مشهور بشكل عام في الشامية والجزيرة، يأخذوه من هنا أحسن من الزعتر السوري الموجود في سوريا، لأن نسبته في العلاجية بطيئة جدا. بينما الزعتر البري من أهم الأعشاب التي الموجودة في هيت في قضاء هيت هو الزعتر البري، يأخذ من يجلب من الصحراء وبعض العلاجات. طبعا جميع الاعشاب الموجوده بالمحل هي تستارده من الخارج، لان من شرق اسيا ومن جنوب اسيا ومن الهند ومن بعض الاعشاب من اليابان ومن الصين، وهاي الاعشاب استيراد خاص. انا حقيقه عندي تجاره بدات اتصل بهم ودزولي هاي الاعشاب في بعض العلاجات المختلفه، وتعتبر المهنه هاي من المهن المهمه في قضاء هيت والتي لها دور كبير في العلاجات القديمه والحديثه، ويعتبر موضوع الطب البديل من المواضيع المهمه التي لها دور كبير في قضاء هيت. نحكي على الوضع الاقتصادي بالنسبة لمدينة هيت. طبعا من صار التحرير مدينة هيت صار يعني الوضع الاقتصادي مالنا بتنازل سنة ورا سنة سبحان الله. يعني الوضع قبل داعش كان السوق به نشاط وحركة اقتصادية كانت قوية، والناس جت من ورا تهجير، الناس أكثرها تعبانة يعني، وسنة ورا سنة بنزول يعني، والرواتب ما جت تكفي، وضع كهرباء وغير كهرباء مولدات هذا كليته تقريبا تتراكم على السوق، فالوضع تعبان يعني. اهل المحلات هسه اغلبيه المحلات يعني يدوب يعني يطلع ايجاره وشيء بسيط يعني. يعني هذا بالنسبه للوضع الاقتصادي نحكي للبلد يعني. واقع السوق طبعا السوق تطور يعني، سوقنا هسه احنا كشارع الحمام تطور يعني حيل يعني. يعني شوف الحركة العمار يعني صارت فيه يعني فضل منظمات يعني، مو سياسيين نحكي، فضل منظمات سوت بهيت يعني، وبس شارع الحمام بالذات يعني صار نموذج يعني، يعني أهل الرماد يدحقون عليه وغيره، بس كحركة ميتة يعني. فد مرة حركة سوق وتجارة تعبانة حيل يعني. سوق المخضر يعني نشط لأن قوت يومي، فيضطر المواطن يشتري يومية يعني، يعني شكر ولا تمن ولا خضر، هذا سوقه يعني ماشي يعني، يعني ما يموت سوقه، بس مو مثل سوق الملابس وسوق الكماليات وغيره يعني. هذا يعني يجوز بالموسم يشتري له في التيشيرت، يشتري له في التراك سوت، ايه يعني سوقه تعبان يعني، تعبان حيل يعني السوق. وضع اقتصادي ضعيف، بطالة عامة يعني، الشاب يتخرج يشتغل عامل، اي وظيفة ماكو، الشغل ماكو، يعني ابسط شيء التكاتك، ما التكاتك هسه صار عليها يعني، الشاب اللي جاء من العماله اللي جاء للتكاتك تحول على التكاتك، التكاتك صارت الا بجازه، وجازه يعني مبالغ عاليه، شغل ماكو، فرص عمل ماكو، منظمات تجي تشتغل وتروح، اي عمل بنى تحتيه ضعيفه، بطاله عاليه، هذا المستوى المعيشي اللي بهيت. محلات يعني دوب اطلع الايجار، سوق يعني انا اقول لك يشتغل 3 ايام بالشهر فقط، يعني وقت استلام الرواتب بس، غير هذا شيء ماكو، ولا وين قبل وين هسه، السوق حيل ضعيف مو مثل الاول.